واقعي. نقول أن الله عز وجل أنزل لكل نبي شريعة. الله عز وجل لما أنزل آدم من الجنة وعلم آدم الأسماء كلها، البعض يظن أن الأسماء كلها فقط أجلكم الله دجاجة، حصان، أسد. نقول لا، أن الله عز وجل علم آدم الشريعة كذلك بالإضافة إلى ذلك. وهذا قول صخر الرازي رحمه الله وقول مجاهد والسعدي في تفسيره. ثم الله عز وجل جعل لكل نبي شريعة، جعل لنوح شريعة، وجعل لإدريس شريعة، وجعل صحف إبراهيم وموسى، وجعل لداود شريعة، وجعل لسليمان شريعة، وجعل لموسى التوراة، وجعل لعيسى عليه السلام الإنجيل، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. سقتني إلى شيء أقول أيها الأحبة، أن قوم موسى عليه السلام بماذا كانوا يشتهرون؟ بالسحر. طيب المعجزة التي نزلت على موسى ما هي؟ السحر؟ لا، المعجزة التي نزلت على موسى إبطال السحر. طيب هل المعجزة التي نزلت على موسى التوراة؟ ها؟ المعجزة إخواننا التوراة؟ ها؟ لا، التوراة شريعة ولكن المعجزة كانت إبطال السحر. طيب عيسى عليه السلام بماذا كان يشتهر القوم؟ ها؟ بالطب. طيب معجزة عيسى ماذا كانت؟ يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإيش؟ بإذن الله. طيب الكتاب الذي نزل على عيسى الإنجيل، هل المعجزة كانت في الإنجيل؟ لا، ولذلك الصحف إبراهيم وموسى ضاعت، والتوراة حرفت، والإنجيل نسخ. طيب قوم محمد صلوا عليه، إحنا العرب بماذا كانوا يشتهرون؟ بالبلاغة. طيب ما هي معجزة محمد؟ القرآن. نزلت المعجزة في القرآن، إذا القرآن دائم إلى قيام الساعة لأن المعجزة فيه. عندما نقول لماذا لا نأتي إلا بالقرآن، ذكرنا في هذا اللقاء أربعة أدلة كلها ممن كان قبلنا، نستدل بذلك. ولكن القرآن الكريم جعله الله عز وجل معجزة خالدة إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وهي الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك جاء دين الإسلام خاتم الرسالات وفيه المعجزة الكاملة، بل جاء يخبر عن موسى وعن عيسى وعن الأقوام السابقين، جاء يخبرنا جل جلاله في كتابه العظيم. أسأل الله يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، لأن القرآن يا إخواني يرفع أقوام وإيش؟ ويضع آخرين. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله، جزاك الله خير. سؤال طيب إن شاء الله، سؤال آخر تفضل. شو أخونا عنده سؤال سريع، إنه اللي بتوب شو دليل إن الله عز وجل قبل توبته؟ جميل. قال ابن المبارك رحمه الله علامة قبول التوبة، اسمع الآن شو رأيكم إحنا الليلة جميعا نتوب إلى الله توبة صادقة؟ إذا في حدا إخواننا مش مذنب ما يتوب، ها؟ إذا في حدا مش مذنب ترى خلينا نتملس منه، ها؟ كل بني آدم خطأ. قال علامة قبول التوبة أن يوفق المسلم إلى عمل صالح بعده. يعني إذا تبت الليلة فتحت صفحة جديدة مع الله، وثاني يوم كنت نشيط في صلاة الفجر ومحافظ على صلاة الظهر وقراءة القرآن، اعلم أن الله قبل إيش؟ توبتك. علامة ثانية، العلامة الثانية
قال إذا قبل الله توبة العبد رزقه راحة سعادة. والله يا أحبة التقيت مع وزير سابق وجلسنا نتحدث، قال تعرف يا شيخ إيش أتمنى؟ انظر ماذا يتمنى هذا وزير، يعني عنده أموال لا تأكلها النيران سواء بحلال أو بحرام. قال أتمنى شيء واحد. قلت ما هو؟ قال أتمنى راحة البال. طيب ومالك وجاهك وسلطانك؟ ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. السعادة مش بالمال، السعادة لا تكون إلا بالقرآن. ولذلك الذي يعرض عن ذكر الله فإن له إيش؟ معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة إيش؟ أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم لا تجعلنا منهم. بارك الله فيكم. لا نريد أن نطيل، فنحن العرب قد شهرنا بكثرة الكلام وقلة الأفعال إلا ما رحم ربك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.